انك ابوي. هلا محمد. هلا فيك. السداني صاحبنا. السداني احنا في اخمخض. هلا. اخمخض؟ اي اخمخض اللغة العربية. قاعد تسمع ايش قاعد يقول؟ ايه. انت ايش قاعد تقول؟ لحظة. انا اذا ما ابط طبلة اذنك ما انزل منها دم انا ما اسمع. لما قلت مخضض. شنو تمخضضة؟ الجبل. مخاض مخاض، انت في مخاض اللغة العربية؟ ايوه قاعد نعجنها نعجنها لك نعجنها. استاذ محمد. هلا والله. هلا شلونك؟ بشار هلا حبيبي. اقول لك بشار يتساءل يقول ليش احنا عندنا كلمات وايد مرادفه حق المفردات، فيقول المفردات الاصليه. اي المفردات الاصليه. ما ادري شنو هي المفردة الاصليه، ما ادري بس يعني مثلا فهمت. فرق كبير. علي قال شتان استخدم فيها شتان، عرفت؟ اي انا اقول لك شنو، بس خليني اقول لك معلومه. اول شيء انا اشكر مصعب القلاف انه قال لي قاعد يشوف فيك من المدينه ودق عليه. تحياتنا حق مصعب. تحياتنا. فتان الفريج. ثاني شيء في اللغه العربيه ما في مفردات، او يعني لا يوجد في اللغه العربيه كلمتان تشيران الى معنى واحد دقيق بالضبط. يعني اذا قلنا مثلا جلس وقعد، وقف واستقام، كل معنى من هذه المعاني يؤدي إلى معنى دقيق أو أدق. عطنا الفرق بين جلس وقعد مثلا. ما أدري بهذه لها دلالات. لحظة مثلا تفسيرها ما مثلا هذا جلس وقعد ما يستحضرين، لكن أقول لك مثلا نفس تفسير جاء وأتى. حلو. اي المجيء دائما يستخدم في الامور القويه الشديده، وجاء ربك والملائكه صفا صفا. لكن الاتي امور السهله البسيطه. فالمفردات والمعنى مو واحد 100%. لا المعنى مو واحد 100%، وإن كان يعني وإذا كان المعنى واحد ما نفرق بين المفردتين يعني. فأنت بالتالي اللغة العربية وإن كانت هناك مفردات كثيرة إلى مؤدى عام، لكن عندما تدخل في اختصاص الكلمات تجد أن المعنى يعني يضيق ويتجه إلى اتجاه يعني على حسب الجملة نفسها. الكلمة على حسب الجملة نفسها. نعم. وفي اللغة العربية لا توجد كلمة لها معنى منفصل إلا إذا وضعت في سياق، يعني السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة. وأيضا في اللغة في كلمات تستخدم إلى كل الكلمات. شلون يعني؟ يعني مثلا إحنا بالعامية شنقول إذا واحد مثلا طق واحد، نقول قال فيه، يعني شنو طقه. حلو. فكلمة قال يعني أو فعل قال يستخدم لأفعال كثيرة، مثل إذا قلت قال الماء يعني شنو صب الماء، قال فيه ضربه، قال في الطريق أي سلك الطريق. نفس مثلا نفس درس الرجل يعني يتعلم، درس المبنى انهدم أو اختفى، درست المرأة حاضت المرأة. فبالتالي هو السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة. ممتاز والله، أول مرة أدري في هالمعلومات. سداني عطني جملة خل أعربها لك الحين لايف على الهواء. الله أكبر. الحين أبهركم. تكفى أبي أبسط جملة ممكن. أبسط جملة لطلبة المتوسط. كسر الزجاج. إيه صالحة. شنو؟ لا مو صالحة. مو صالحة. كسر الزجاج. أعرب الزجاج. مبتدا خبر. خبر هو خبر مرفوع بالضم. لا خبر كسر فعل. انزين زجاجه مبتدا وخبر. مبتدا وخبر. فانت تبلش بفعل وبعدين تنهي بخبر. هذا الفعل انهاها بخبر اخر شيء. الحين الزجاج لحظه شباب معلش بلا دقيقه. هو الزجاج مفروض مفعول به. مفروض انا مو منحو اسم الزجاج. لحظه الجمله هذه جمله مبنيه للمجهول. أي. كسر الفعل مبني للمجهول، وما والفاعل والمبني المجهول ياتي بعد نائب فاعل وليس فاعل. السداني لا تجيب لي لحظه قاعد يشرح. ادري لان لا يمكن ان يكون الشيء الذي وقع عليه الفعل هو الفاعل، فبالتالي ان الزجاج هو ما كسر نفسه. اوكي بفعل فاعل فيصير نائب فاعل. الزجاج يكون نائب فاعل. نائب فاعل. ضرب الولد، ومن اللي ضرب الولد ما ندري، لكن هو وقع عليه الفعل. لذلك ان الفاعل شنو يعرف انه هو من قام بالفعل او اتصف به، نفس مات الرجل هني فاعل، لكن
ما هو اللي قام بالفعل، ما موت نفسه، هو اتصف بالموت. بس انا فهمت انت تبين اتكلم على ناس مو موجودين صح؟ صح؟ تبي تدخلني بمشاكل وانا عن غنى عنها صح ولا؟ شلون دوامات انت الحين؟ والله لا ما في الحين دوامات. مو كنا داومتوا مدرسين؟ 72 ألف معلم يداومون بالمدارس بدون طلبة وبدون ولا شيء، ما يسوون ولا شيء. بس كذي؟ اي بس كذي قاعدين بالمدارس يتكرونون مع بعض. يتكرونون مع بعض. زين عرب لي تكرون يلا. تكرونة. حبيبي استاذ محمد سداني كل الشكر لك، مشكور. مبروك على البرنامج الجديد. حبيبي حبيبي اشكرك. حبيبي الله يسلمك. بالتوفيق.